يعتبر الجانب المتصل بصناعة أو سمع جامع، الجانب الخاص بالمجال السمع البصري، أحد الروافد الأساسية، على اعتبار أنه له الكثير من التأثير على المشاهد، ويسهل إيصال الرسالة بصفة مباشرة، وهو أيضا خزان لذكرى تاريخية. فالصناعة السينمائية هامة وهامة للغاية، وجب الآن على القطاع أن يتكيف في مناهجه في تناول موضوع حفظ الذاكرة الوطنية نحو هذا المحور بالذات. لابد الآن إلى التوجه نحو إنتاج سينمائي هادف ومدروس أيضا. لذلك احنا بالنسبة للمسابقات التي أطلقتها وزارة المجاهدين منذ سنة تقريبا، والتي تتعلق في مجملها بصناعة سينما الثورة، فهي مواضيع هادفة وموجهة وتخدم على الأقل المواضيع التي لم يتم من قبلها البحث في شأنها. أولا بالنسبة لسي محمد بوقرة، وهذا البطل أيضا من أبطال الجزائر، سيتم إن شاء الله إطلاق تصوير فيلمه في بمناسبة اليوم الوطني 17 أكتوبر، وهي ذكرى هامة أيضا بالنسبة للجزائريين. ثم سيتم إعطاء إشارة إطلاق فيلم سي الحواس بحول الله بمناسبة الفاتح نوفمبر القادم بحول الله تعالى. هذا المسألة متروكة للمنتج المنفذ، ولكن احنا نطمح الى يكون جاهز على قرابة سنة، ولكن مسألة تقنية بحتة، خاصة انها تتطلب الكثير من العمل، فيه الكثير من الحركة، فيه الكثير من استعمال الوسائل اللازمة في تصوير المعارك، في أماكن تنقل الشهيد رحمة الله عليه، لقاءاته مع مختلف القادة، كل الأعمال التي قام بها، يعني حتى فترة السجن التي قضاها، كل هذه تتطلب عمل، وعمل دقيق جدا، وبالتالي حتى نتحصل على مادة على الأقل تكون في مستوى هذا الشهيد وهذا الشهيد الرمز. وزارة المجاهدين أنجزت الكثير من عمل المتصل بموضوع المرأة، يعني بداية من فيلم لنسومر، فاطمة لنسومر، هو فيلم منجز في هذا السياق، وأيضا بعض الأشرطة الوثائقية التي خصصت فقط لإبراز دور المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية وقبل ذلك بكثير في مختلف المراحل. فأيضا خصصنا في إطار ستينية الاستقلال وفي إطار البرنامج المعد لهذا الغرض جانبا موضوعاتيا يهتم بهذا الإطار. هو عمل رائع جدا، هو عمل سلسلة وثائقية من 6 حلقات تعنى بموضوع المعتقلات والسجون والممارسات القمعية التي نالت من الشعب الجزائري أثناء فترة الثورة التحرير المباركة، وتناول المخرج يعني بإسهاب هذا الموضوع، وسلمت أيضا للتلفزيون العمومي حتى يتم عرضها تباعا، وحتى أيضا نكرس لذلك المفهوم لحفظ أولا ذاكرتنا. أعتقد فيه بادرة طيبة جدا من طرف المخرج، وأيضا بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون سنشهد كما أسلفنا، تم رفع كل التحفظات، وكما أسلفنا بحول الله سيتم استلامه خلال هذه السنة.